السلام عليكم متابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناه جوله مع الجديد. اليوم الفيديو ديالنا عباره عن وصفه ديال هي تحليه رائعه تجي بنينه ديال اوريو، فيها جوج طبقات كما تلاحظوا، الاولى بنكهه الكراميل، الثانيه بنكهه الشوكولا مع القهوه. تجي المذاق ديالها زوين وتصلح للسحور وتجي رائعه. نتمنى تجربوها. المقادير ديالها بسط، ونبداو على بركه الله. هنا بسكوي اوريو، خديت ثلاثة الباكيات، واللي تيفضل شي نوع اخر بالامكان ديالو يستعملو. انا خديت هذا لانه تيتواتى مع المذاق ديال هاد جوج طبقات الكريمه اللي غادي نديرو، تيجي رائع. خديت واحد ثلاثة الباكيات، درنا في كل كاس هنايا، عطاتني هاد الكميه ديال الكريمه اللي درت، عطاتني قياس ديال 6 الكيسان، ولكن ديال الكيسان شويه كبار، من الافضل يكونوا كيسان شويه صغار. هنا خديت كل كاس درت فيه اوريو وحده، يعني فرتتها باش تجينا واحد الطبقه مقرمشه زوينه كما تلاحظوا. ونبداو في الطبقه الاولى ديال الكريم. تناخذوا 400 مليلتر ديال الحليب، هنا جوج معالق ديال النشا، جوج معالق ديال سنيده، جوج معالق ديال حليب مجفف، تعطي مذاق رائع لهاد التحليه. هنا معلقه كبيره ديال الزبده، وهنا علبه ديال كريم كراميل، واحد صاشي ديال الفاني. هنا تناخذوا النشا والحليب المجفف مع سنيده، تنخلطوهم مع الحليب وصاشي دفاني، نخلطوه مزيان عاد نديروه فوق النار. هنا على عافيه مهيله تنبقاو نخلطوا الخليط ديالنا حتى كيبدا يعقد. هنايا بدا يعقد، تنحركوا باستمرار باش ما يلصقش، وتنضيفوا عليه معلقه ديال الزبده، وتنضيفوا الكريمه ديال الكراميل. تنخلطوا مزيان حتى كذوب الزبده وتتجانسوا العناصر، وتنطفيوا على العافيه. بعد ما وجد الخليط ديالنا تنضيفوه في الكؤوس. Thank you.
وبعد ما ملئنا الكؤوس كاملين غنديروهم في الثلاجه باش يبردوا وندوزو لتحضير الطبقه الثانيه. نبداو في الطبقه الثانيه. هنا عندنا 400 مللتر ديال الحليب، عندنا هنا 3 المعالق ديال النشا، معلقه ديال سكر سنيده، وجوج معلقات ديال حليب مجفف. عندنا هنا جوج صاشيات ديال الكاكاو، 100 غرام ديال الشوكولاط، معلقه كبيره ديال الزبده، وعلبه ديال كريمه الشوكولاط. غادي نعاودو نفس الطريقه ديال الطبقه الاولى، غناخدو النشا مع سنيده مع الحليب المجفف، غنخلطوهم مع الحليب ونضيفو عليهم جوج صاشيات ديال الكاكاو ونخلطو مزيان وندعوهم فوق النار. على عافية متوسطة نحركو باستمرار ونضيفو معلقة ديال قهوة سريعة الذوبان، نحركو باستمرار حتى يعقد لينا الخليط. الخليط ديالنا فاش يعقد ويولي على هذا الشكل غنضيفو عليه الشوكولاط، والخليط باقي سخون باقي فوق النار، نضيفو الشوكولاط ونحركو واحد شوية يذوب. ونزيدو معلقه ديال الزبده ونزيدو علبه ديال الكريمه ديال الشوكولاط، نحركو كلشي دغيا دغيا حتى كيبان لينا كتبان لينا الزبده ذابت ومنسجمات العناصر، وتنطفيو على البوطه. بعد ما وجدت الكريمه ديالنا غنديروها في واحد الاناء باش ندخلوها للثلاجه تبرد، ونديروا لها السلوفان ونخشيو بحال هكا نوركو عليها باش ما تكونش لينا القشره في الثلاجه، باش ما ديرش لينا ديك الكريمه كشر قشره من الفوق. نوركو عليها مزيان نغطيوها ونديروها نحطوها تبرد. هنا بعد ما بردات لينا الكريمه مزيان في الثلاجه نخرجوها، نحيدوا لها السلوفان ونوضعوها في واحد الاناء ونخلطوها بالخلاط الكهربائي، نطربوها مزيان تتولي كريمه لينه زوينه، وعاد نديروها في الكؤوس. Thank you.
هنا خرجنا الكؤوس من الثلاجه بردو مزيان، زدناهم ثاني واحد الطبقه مقرمشه ديال البسكوي، عاد غنزيدو الطبقه ديال الكريمه بالشوكولا. كنديروا الكؤوس في الثلاجه تيبردوا مزيان، موراها تنخرجوهم وتنزيلوهم تيبقى تزين حسب الذوق. انا هنا زينت بهاد اقراص اوريو اللي فيهم شوكولاته بيض، شويه ديال الكيت كات وشويه ديال اوريو الشوكولاته مهرمش. تتبقى طريقه تزين حسب الذوق وعلى حسب الموجود. وكنتمنى تجربوهم وبصحه وراحه.